صباح الفل عليكم. يلا فيديو الباك تو سكول لانش بوكس انتوا طلبتوه مني وانا بحضر لكم الكلام عشان انتوا عارفين بحب اقول كل المعلومات بسرعه عشان ما تزهقوش مني. استحضرتني ذكريات اللانش بوكس بتاعي وانا صغيره وقد ايه كان الموضوع مميز. يا جماعه اللانش بوكس بتاعنا كان كيس بلاستيك عادي، الموضوع كان بسيط بس كنا بناخد عيش فينو. دلوقتي احنا بنقول اللانش بوكس ماشي مختلف، بس نشجع اولادنا على العيش البلدي. الموضوع مختلف، الاويرنس مختلفة. يلا بينا نجو ثرو الجيرني دي كلها، نحط لهم ايه، نلف على ايه كده الحاجات اللي نحطها على طول، وايه الحاجات اللي دايما تبقى موجودة في مطبخنا عشان نفتكرها ونعودهم عليها. اللي احنا بنعودهم عليه من دلوقتي هو اللي هيفضل مكمل معاهم بعدين. اول حاجة هنتكلم عن اللانش بوكس نفسه. اللانش بوكس نفسه احسن حاجة طبعا هي الستانلس ستيل. لو ما اقتنعوش بالستانلس ستيل بتبداوا تجيبوا البلاستيك بس يكون من ماتيريال كويسه. في كل الاحوال اللانش بوكس نفسه بيكون محطوط في باك تانية، الباك دي من ماتيريال عازله للحراره لان درجه الحراره جوه بتكون مختلفه عن درجه الحراره المحيطه بينا، بتكون اعلى شويه. فلو في اي كونتامينيشن، في اي بكتيريا، فالبكتيريا دي هيحصل لها ان هي تنمو وممكن يحصل اي نوع من انواع تسمم الطعام اللي احنا عايزين نتفاداها تماما. فدي بوينت بس مهمه لازم نكون حاطينها ان كونسيدريشن. تاني حاجه بقى على طول، ايه الحاجات اللي لازم تكون موجوده؟ كل العناصر الغذائيه، الهرم الغذائي اللي احنا دايما بنتكلم عنه، النشويات، البروتينات، الفاتس المفيده، في فاكهه، في خضار، في ديري برودكتس، في كل حاجه. طيب هنبدا بالنشويات. وليه انا قلت لكم العيش البلدي ودايما بسترس على موضوع العيش البلدي؟ في ناس كتيره قوي بتبقى شايفه ان العيش البلدي مش حاجه شيك خالص، ان انا ابقى باكل ساندوتش في عيش بلدي وهبقى مكسوف وكده. ده لان هم فعلا ما تعودوش من هم صغيرين على العيش البلدي. نعودهم على العيش البلدي، هو مفيد قوي، او العيش اللي فيه المعمول من الحبوب الكامله. نبعد عن العيش الفينو والحاجات معموله ابيض في ابيض لان هي دي بتخليهم يجوعوا تاني بسرعه، وهي مش حاجه هيجوعوا، يعني مش انا مش عايزهم يجوعوا خلاص، هي حاجه على اللونج تيرم مش مفيده، هتستفز الانسولين كتير، هتبقى حاجه على المدى البعيد تماما عندنا مشاكل احنا عايزين نتفاداها. احنا عايزين جسمهم يبقى صحي، ياخدوا الحاجات المفيده مش عمالين ياكلوا وخلاص. طبعا احنا على ايامنا ما كانش فيه اوبشن اللي هو الحاجات الكتيره قوي اللي بتتباع في المدرسه، ما كانش عندك اوبشن غير ان انت تاكل اكلك او تاخد اكل حد من صحابك او تبدله بقى مع بعض او ترجع باكلك وعلى ان انت هتعرف تشتري حاجة او تلقط حاجة من البيت. يعني الموضوع كان غير دلوقتي، فحاولوا ان انتوا تديهم حاجات هم مقتنعين بيها عشان يبعدوا عن ان هم يشتروا حاجات من المدرسة. وانا بشجع المدارس، ياريت طبعا لو ده حصل في يوم من الايام، ان المدارس اصلا تبقى يعني حريصة في اختياراتها للأوبشنز اللي هي بتتباع في المدرسة، لانه الموضوع ده بيأثر جدا على الطلبة وتركيزهم. فلو نشجعهم على الحاجات الصحية، في مدارس كتيرة دلوقتي بترتب وان شاء الله very soon في حملات كتيرة هروح وهيبقى في سيشنز للستودنتس وللمدرسات ازاي يشجعوا، ازاي يتشجعوا ان هم ياكلوا اكل صحي، والمدرسات ان هم نفسهم يبقوا بياكلوا اكل صحي، وازاي يشجعوا الطلبة ان هم ياكلوا الاكل ده، وازاي ده هيبقى مفيد ليهم على المدى البعيد وهيراقي يح ايفن المدرسات والمدرسة ونتائجها هتختلف. في دراسات كتيرة قوي اتعملت على حاجة زي دي. نرجع تاني للنشويات، فقلنا عيش الحبوب الكاملة، الكورن فليكس المعمول من الحبوب الكاملة ومش هنحط عليه برضو سكر. ندخل على البروتينات، نبعد عن اللحوم المصنعة، نبعد عن الساسج، نبعد عن البسطرمة، اللانشون، الحاجات دي. طيب انا مش هديهم بروتين بقى ولا ايه؟ لا، هديهم بيض، هديهم اللحمة باردة اعملها انا في البيت، على فكرة هيتعودوا عليها. البرجر اعمله انا في البيت، اعمل ميت بولز واعملها مشوية زي الكفتة، حتى لو عملتها بردة وقلتها، لو عملت تشيكن ناجتس في البيت ودخلت فيها كوسة وجزر وقلتها في البيت، الموضوع مختلف تماما عن ان انا اجيب حاجة جاهزة. ولو هجيب حاجة جاهزة ومجمدة لازم اتأكد كويس قوي 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 هي الانجريدينس بتاعتها ايه، المواد الحافظة، نسبة الصوديوم. معظم الحاجات اللي معمولة من لحوم مصنعة فيها نسبة صوديوم عالية جدا، ودي مش حلوة خالص لتركيزهم، وفيها مواد حافظة انا محتاج اتجنبها تماما. دلوقتي حتى ايفن الرومي المدخن، فيه صدر الرومي بيبقى سليم ومدخن، فده لما بيتقطع شرايح بيكون لحمة صحيحة، او تعملوه في البيت. انتوا حاولوا عودوهم على الاوبشنز. الفكرة ان احنا بنبقى خايفين وحاسين ان هم مش هيحبوها خالص، يعني مستحيل يحبوها. لا، حاولوا تعودوهم لانه كل ده انتوا هتحتفلوا بيه بعدين.
طيب خلصنا النشويات وخلصنا البروتين، لو جينا على الجبن مهم جدا نرتب الجبن. هنقول اول حاجه في الجبن خالص الجبن اللي لونها فاتح، الجبنه القريش ممكن نعملها بنعناع بزيت زيتون، نحط عليها شبت متقطع رفيع قوي، نعجنها كتير قوي كده نعملها زي الكريمه، نحط عليها نقطه لبن. الجبنه الفيتا حلوة قوي، دول الجبنه القريش والجبنه الفيتا احسن اوبشنز، هما التوب. الجبنه الفيتا بس نتاكد ان هي من نوع كويس، من مصدر كويس، شركه معروفه، ان هي ما تكونش بتستخدم زيوت نباتيه مهدرجه، او تكون ما فيهاش زيوت نباتيه اصلا، يكون طبعا احسن واحسن. بس طبعا جبنه القريش وجبنه الفيتا التوب. نيجي على الجبن الثانيه بقى، انا مش بفضل خالص الجبنه الشيدر الملونه اللي لونها مصفر واللي لونها اورانج والكلام ده، الامنتال، الجبنه الجوده، الجبنه البارميزان، الجبنه الموتزاريلا. كل ما الجبنه يكون لونها فاتح كل ما الزيوت اللي فيها اقل، وانتوا جربوا في الميكرويف وهتشوفوا الزيت اللي نازل من دي غير الزيت اللي نازل من دي، فخليكوا في الجبن اللي هي لونها فاتح. خلصنا الجبن، الجبنه الفلامنك برضو اوبشن مش وحش. نيجي على الفاكهه، الناس اللي بتخاف من انها دي فاكهه هتبوظ لازم اقطعها، هم مش عارفوا يقطعوا لنفسهم، الموز اوبشن حلو قوي، اليوستفندي، وعودوهم يقشروا الاثنين. طب التفاح، يفضل نديهم التفاح سليم، على فكره لو اديته لهم سليم وكلوا منه حبه ورموها احسن ما هتدوها لهم متقطعه ويحصل له اكسده وفايده من وفوائده تبدا تروح. فانتوا الكيوي، الفراوله، في حاجات كتيره قوي، في اوبشن حلو قوي مش بيجي في بالنا. طب الفاكهه المجففه، طب ما احنا نديهم مش مجفف، نديهم تين، نديهم زبيب، نديهم فاكهه مجففه. اوبشن مهم بقى قوي عشان ندخل على موضوع الدهون، نديهم المكسرات النيه، حتى لو مكسرات محمصه مش مشكله، بس ان احنا ندخلهم المكسرات تبقى في اللايف ستايل بتاعهم، يتعودوا ياكلوا سوداني، يتعودوا ياكلوا لوز، يتعودوا ياكلوا بندق، يتعودوا ياكلوا كاجو ماكاديميا، يتعودوا ان هم ياكلوا مكسرات. المكسرات تقدروا تشتروها، بس ان انتوا تبقوا طول الوقت بتحطوا لهم 7 حبايات 10 حبايات، يبقى عارف ان هو عنده التارجت ده، ده هيخليك كويس، ده لو بنوته ده هيخلي شعرك طويل، ده لو ولد هيخليك ماسكولر، مش عارف ايه، شوفوا اكتر حاجه هما بيحبوها ايه اللي تشجعوهم عليها. بس المهم ان انتوا تفكروهم طول الوقت بالحاجات دي. الامهات اللي قاعده في البيت، حاولوا تكون استثماركم كله في التركيز على انه ولادكم تنوعوا في الاكلات، اعملي لهم بيتزا بالشوفان، سلمون مفروم، فيها سمك مفروم، فيها لحمه مفرومه، يعني فيها حاجات كده جوه الاكل، يعني حاولوا تبذلوا مجهود اكتر ما تستسلموش. انا بقى افاجئ بامهات مش بتشتغل وفي نفس الوقت بتديهم فلوس يشتروا حاجات من المدرسه، انا بحس انه ده يعني انت استثمارك الحقيقي وشغلك الحقيقي انك تعملي حاجه مميزه اكتر كمان من الام اللي بتشتغل. والامهات بتشتغل ده مش مبرر خالص انك تقصري في حاجه زي دي من وجهه نظري، وتشجعي ولادك وتشجعي ايفن لو عندك ميد انهم دايما يبقى الاكل صحي، مهم جدا الموضوع ده. طيب اوبشنز مهمه قوي ان احنا نفكر ان احنا ممكن نديهم فشار، الفشار هيبقى سناك ظريف قوي ان هم ياخدوه، في توستيز، في انواع كتيره قوي سناكس معموله، في جرانولا بايتس كده لسه شايفاها، دي جرانولا بايتس تدوها لهم ظريفه قوي. جربوا ان انتوا تدوهم يا جماعه دارك شوكليت، ساعات احنا بس بنخاف ان احنا نديهم دارك شوكليت، تكسروها لهم كده وتدوهم مثلا واحدتين تمام، وتقولهم ده هيبقى فيه مكافأة مثلا بقى الموبايل والقصص دي، هيبصوا على الموبايل شوية أزيد، والحرب النفسية اللي احنا فيها معلش. بس المكسرات ده مصدر مهم قوي للدهون لازم نديها لهم. افتكروا الحمص، الحمص ممكن تديه لهم سليم، ممكن تديه لهم مطحون، في حمص دلوقتي محمص، الجوفين تدخلوه في اي اكل، حتى في الساندوتش كده تحت الجبنه تروحي رشه حبه كده، يعني خليكوا كده خمامين شويه. البروكلي، البنجر، الحاجات دي لما بتتهرس بتبقى ظريفه قوي، او تديها لهم سليمه ودي شجره وهتخلي مش عارف ايه، ونحكي قصص كده. البطاطا يا جماعه، البطاطا، الاطفال بتحب البطاطس المقليه، في وصفات كتيره قوي للبطاطا مقليه وحادقه بتبقى ظريفه قوي، وبتتهرس بتبقى كريمي كده وعليها ملح وكمون بتبقى ظريفه قوي. الذره المسلوقه، كل الحاجات دي انا بفكركم بيها. البيض المسلوق طبعا مهم جدا ان انتوا تعملوا لهم في البيت، البرجر، الكفته، الحاجات دي، ونبعد عن الحاجات المصنعه،
يا رب اكون قدرت اجمع كل حاجه في الفيديو ده. اخر حاجه واهم حاجه هفكركم بيها هي اللبن، مهم قوي قوي، كوبايه اللبن مهمه جدا. الاطفال اللي عندها اللي مش حابه اللبن حاولوا معاهم مره واتنين، حطوا لهم عليه حاجات. الاطفال اللي اللبن بيتعبها لازم تتاكدوا ان هم ما عندهمش كاو ميلك بروتين الرجي، ان هي حساسيه من بروتين اللبن. لو عندهم حساسيه من بروتين اللبن اللي هو اللبن البقري، فساعتها بتدوهم لبن لوز، في فلاكس ميلك، وفي لبن في كوكونات، وفي لبن صويا، في حاجات كتيره قوي اوبشنز لبن تدوها لهم بدل اللبن البقري. وفي اطفال عندها حساسيه من اللاكتوز، بالذات عاده بيكون سن اكبر شويه بيديفلوب حساسيه من اللاكتوز، وفي ناس كبار، فساعتها بنديهم فيه دلوقتي لبن خالي من اللي هو مضاف اليه لاكتيز، يعني ده هيريح لهم معدتهم اكتر، وده للكبار كمان بيفرق معاهم. الاطفال بقى اللي ما عندهاش مشاكل خالص، انا بفضل اللبن الفول كريم، حبوا اللبن السكيمد مش مشكله، المهم ان احنا نبقى طول الوقت بنديهم لبن. وفي فيديو انا عندي على الاي جي تي في هتلاقوا فيه متكلمه معاكم عن اللبن وازاي تشجعوا اولادكم ان هما يشربوا لبن. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ويا رب ما اكونش طولت عليكم. متشكره جدا على وقتكم، واشوفكم على خير.